ديبارت يخسر ومبل لازمة ينزل بعد رقمنة عملية التسجيلات تسهيلا للالتحاق بمؤسسات التكوين عبر منصة مهنتي، نقارب اليوم على إنهاء الرقمنة على كل المستويات في القطاع، وذلك تحقيقا لتوجيهات السيد الرئيس، وستكون في اتجاهين، هما أولا رقمنة الإمكانيات المادية والبشرية للقطاع، وذلك عبر منصة رقمية جديدة تحت اسم تسيير، تخص بالتسيير الإداري المالي والبيداغوجي للمؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني. أيضا رقمنة المهن من خلال التكوين على التحكم في رقمنة الإنجازات، والذي سيكون عبر تطبيق مهارتي، والذي سيسهل على المواطن الجزائري في كل نقطة في الوطن عملية البحث عن المهنيين في جميع التخصصات وبمواصفات عالية.